سيطرت قوات المجلس الوطني الانتقالي على الوادي الأحمر مغتربة بذلك من سيرت أحد آخر معاقل الموالين للعقيد معمر القذافي. ويقع الوادي الأحمر على بعد 60 كيلومترا شرق سيرت ويشكل أحد خطوط الدفاع الرئيسية لمناصري العقيد القذافي في تلك المنطقة. إننا نتعقب حركات القذافي وهو يتحرك محاطا بعدد قليل من السيارات حتى لا يثير الشبهات حوله. وإن قوات المجلس أصبحت على بعد 60 كيلومترا من المكان الذي يعتقد أن القذافي مختبئ فيه. وكان مشعل الجبوري مالك قناة الرأي التي تبث من دمشق وترتبط بعلاقات وثيقة بالقذافي قد قال في وقت سابق إن القذافي لا يزال في ليبيا. الزنادقة هم الأجانب المقيمين في ليبيا منذ زمن. لابد أن يعرف السادة أن من المعروف عن النظام السابق أن لديه أموال لم تدخل للنظام المصرفي وموجودة في أماكن خارج القطاع المصرفي. أما ما هو موجود في داخل القطاع المصرفي ما يتعلق بالذهب فتم استخدام جزء منه للحصول على السيولة النقدية فقط. ويبلغ احتياطي البنك الإجمالي 115 مليار دولار من بينها 90 مليارا في الخارج.